هاي وش تفكرين فيه؟ يا الله من فضلك أشوف هالجو الجميل وهالمناظر الجميلة، أقول ليت أبوكي وأخوكي كانوا معنا. يا يما بلا أخوي وبلا أبوي، الحين هذا وقتك، انبسط بعوض اللي فات. نعوض ليش لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، ونرحب بكم في برنامج كورة الذي يناقش أحداث الكرة السعودية. ويسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ أحمد المهتم في الشؤون التحكيمية. كيف شفت مباراة النصر والهلال اليوم؟ هل في أخطاء تحكيمية مؤثرة؟ وهل يخفى البلنتي يا حبيبي؟ وهل يخفى البلنتي؟ أنا بأفهم الحكم ليش ما احتسب البلنتي؟ ليش ما احتسب البلنتي؟ ليش؟ بعدين الحكم هذا كيف يقود المباراة بشكل غير صحيح؟ ليش؟ ليش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يبا ما شفت الثوب البني؟ لا شيء. دور ثيابك مكانها لا تحطها فيه، لا تفنيني ما ادري وين. الله يذكرك بالخير يما، مثبته كل شيء بمكانه. فالمطبخ، فالصالة، فالسطح. هذا قدمه كلنا. الله يذكرك بالخير يا ما. أنت اللي تهتمين فيني، وأنت اللي تراقبيني، وأنت اللي تشوفين وش أنا بي، وأنت اللي تضربني إبرة. أي الله يعين على هالدنيا بخير. تصدق ما دوام تمس، ما حد صحاني يا رجل. شرحك سلة يا رجال، بالعادة أمي تقومني لكن